السلام عليكم. الغزالة ديالي اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة وسهلة واقتصادية، فقط ببيضة واحدة يمكن لكم تخرجوا لي كاليت اللي كيحماقوا اليوم الكبار والصغار، فخليكم مع المقادير. فهنا انا فقط درت نصف الكمية، احتاجت بيضة واحدة، معلقة كبيرة ديال العسل، حامضة محكوكة، قبصة ديال الملحة، ساشي ديال الخمارة ديال الحلوة ما غنديرهاش كاملة، ملعقة صغيرة عامرة ديال الفاني، كاس لارو ديال الزيت، ونص كاس سكر سنيده، و 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي خليته على جنب نسيت ما حطيتوش مع المقادير. فهنا كيف ما لاحظتوا معايا ضفت البيضه ديالي، كذلك السكر، قبصه ديال الملحه، ملعقه صغيره عامره ديال الفاني، فغادي نضربو مزيان حتى يتخلط يتجانس الخليط مزيان مزيان. فالبنات غنعاود نوضحكم فانا احتاجت 300 غرام ديال الدقيق الابيض، وكنقولها لكم فانا درت فقط نصف المقدار، يعني عوض جوج بيضات غادي تضوبلو كل شيء، تضوبلو المقادير يعني من الزيت السكر كذلك الدقيق. فصافي هنا البنات كذلك غنضيف الزيت كيف ما كتلاحظوا معايا شويه بشويه، وانا كنضرب حتى يتجانس الخليط ديالي مزيان 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 ويولي جانس، يعني كيف ما غتشوفوا دابا معايا ملي كتهز هذاك الطراب ديالك يكون الخليط هكا. فانا كذلك ضفت هنايا قشور ديال الحامض، الا ما كانوش يمكن لكم ديروا قشور ديال الليمون، ولا ما كانش حتى هو فيمكن لكم تستغناو، ماشي شي حاجه ضروريه. كذلك غنزيد هنا ملعقه ديال العسل الكبيره اللي وريتكم في الاول. فصافي هنا من بعد ما جانس الخليط ديالي غنضيف ملعقه صغيره ديال الخمره ديال الحلوه، وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه ونبدا نجمعو بيدي على هذا الشكل هذا، يعني فقط برؤوس الاصابع، ما كتحتاج ليه تدلك لا حتى شي حاجه، فهي وصفه جد جد سهله، 5 دقائق تبارك الله يمكن لك تصاوبيها فيها وكتجي هائله كيحماق على الدراري الصغار والكبار بالنسبه للتصفطوا مع الوليدات المدرسه، واما الكوتي ولا الفطور فكيجيو غزلان البنات وهشاش، نتمنى انكم تجربوهم. فصافي العجينه كتجي لهذا الشكل، ماشي قاصحه وماشي مطلوقه بزاف، المهم ما تكونش كتلصق في اليد، على هذا الشكل كتكون بحال شكل عجينه الصابلي. فصافي هنا غنبدا نكورها على شكل كويرات على القياس اللي بغيت، فانا القياس اللي درت تقريبا خرج لي 13 حبه، كيجيو قياس مويان، درت انا ما درتهمش كبار على هذا الشكل هذا. وعلى ما نسليهم كاملين غادي ناخذ واحد صفار البيض وغادي نضربو مزيان، نخلط مع ملعقه ديال القهوه سريعه الذوبان، يمكن لكم تعوضوها كذلك بالكاكاو، ويمكن لكم كاع ما تدهنوهمش، يعني اللي ما بغيتيش البيض ما يمكن لك ما ديرهمش بلاش. فصافي انا غنزوقهم على الطريقه اللي انا بغيت، فقط بالفرشات، وغنسخن الفران ديالي على درجه 180 الحراره، غنشعلو من الفوق ومن تحت، وغادي نخليهم تقريبا من ربع ساعه حتى ثلث ساعه. فخليكم مع اخر الفيديو. فوالا البنات النتيجه النهائيه، وما هادو لي كاليت كيجيو هشاش ورطبين. نتمنى البنات ان شاء الله الفيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالتعليق ديالكم كذلك بالكومونتير ديالكم، ما تنساونيش كذلك بالضغط على زر الجرس، لكم كل جديد ان شاء الله وفرجه ممتعه.